بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية ان احنا نقف دقيقة حداد على ارواح شهدائنا من القوات المسلحة ومن الشرطة ومن القضاء او من القضاء. الشعب. يا ظلم الروح، كم مرة قلت لكم هاي الكلمة بتستفزني؟ هاي الكلمة بتستفزني. شعب يا مصادر أمنية ألمانية حصرية تقول أن ثروة تنظيم الدولة بحدود المليار دولار. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلة من تنظيم الدولة أبو ناتاشا. أبو ناتاشا، 5 في عين الحسود، وما بالك وبال تنظيم الدولة يا أخي؟ تكلم عن دولتك إن كنت تجرؤ. يا جبان. يا منافق. يا كافر. حتى أنت يا أبو ناتاشا؟ حتى أنت؟ واضح أن المصاري غيرتك، واضح. أنا غيرتني النقود؟ لا لا لا، طول عمري وثف. فيديو انتشر مؤخراً يقال أنه لرئيس كوريا الشمالية كيم جون أون وهو يرقص. هو شو اسمه؟ كيم جون أون. بصراحة احنا عملنا تحقيق صحفي خاص عشان نعرف هذا رئيس كوريا الشمالية ولا لا، وبصراحة ما طلع معنا اي نتيجة، وبصراحة اكتر ما عملناش تحقيق، بس واضح انه مش رئيس كوريا الشمالية. يعني تخيل لو هو، لازم نص شعب كوريا ينبهر. احتياط، الشمالية والجنوبية او بيعدمهم. ابشر يا نيكولاس، ابشر والله سننطق. طب بالله عليك انت بالذات تخرس، لانه بدناش منكم اشي، ما هو ناقصنا احنا. ثانياً يا حبايبي، البريك دانس رقصة غربية إمبريالية، وخسئتم أنتم وأمثالكم رئيس كوريا الشمالية يعملها، وإن شاء الله بس يشوفه كلنا حنرقص. فجسوي كيم جون أون، احتياط، تسقط أمريكا، احتياط، رئيس عربي يرقص. خبر جميل لكل الحلوميين على وجه البسيطة، أخيراً ظهور الملكة أحلام بعد إيقاف برنامجها اللي أثار الجدل. أكيد هلأ الملكة الإنسانية تشعر بالخجل وبالندم على اللي عملته الملكة الفنانة. أعطيني ندم. جلستي مع نفسك قلتي أنا شو سويت؟ أنا لليوم أقول أنا مو غلطانة. مش غلطانة؟ مش ندمانة؟ بدك تقنعيني إنه كل الوطن العربي غلط وإنتي صح؟ لما أنا طلبت من المشتركين إنه يروحون دور مسني كبار السن أخذتهم، جوني ثاني يوم المشتركين يبكون. أم جينز، صوروني وأنا ببكي، صوروني وأنا منقذ دب الباندا، أنقذ دب الباندا، حتى أسأل الدب القطبي، صح؟ صح؟ ضحكي صح؟